اهلا وسهلا الحباب الزوينين، شخباركم؟ صحه ديالكم مزيان؟ الله يحفظكم ليلي ويجيكم. الغبورات ديالنا دائما، ولكن راه ما بقيناش كنشدوا بعضياتنا، ولهذا كنبروفيتيو في الناس الجداد اللي كيجيو لعندنا. لا فامينا الزوينين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ اواكم امين، الله يحفظكم، الله يخليكم لينا كاملين. كنحماقوا عليكم بزاف، كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم، على كنلقاو في الانستغرام ديالي لا انا ديال فيزا فينكم، بغينا مقاليب جداد، غبرتوا علينا، كل واحد قالك الغيب حجتو معاه. بالمناسبه اخوتي، بغينا قبل ما نبداو بغينا نقولوا الاخ حمزه الحمد لله على سلامتك، داز منها مسكين، والله يجيب الشفاء ويخليك وليداتك ومرتك وميمتك وعائلتك. امين. فين نضر نقول لكم السلام عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وهاد العشر الاواخر ان شاء الله الرحمن الرحيم تقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعيد كوينه النار كما شفتوا معايا هاد الناس، هاد وليداتي جاوا جات عندهم. امين يا ربي. لي زامي الزوينين، شدينا حمزه معانا في المقدمه باش يعرف شنو هو النوع ديال المقلي اللي بغينا نديرو. سفيان اشرح لا فامي، كيف كتشوفوا النوع ديال المقلب غادي يكون شاخد هاد النوبه، ماشي المقالب اللي كتشوفوا المقلب. وانا بغينا نستفزوا صار، كيف كتشوفوا صار اليوم عادت على نسابها اليوم عائله حمزه، عادت عليهم اليوم ديال الفلوق ديالها، ودابا حنا غنقطعوا في الفلوق ديالها، غندخلوا هذا المقلب عندنا حنايا من 10 الصباح وانا فايق، وتا صار مسكينه كتقطع وكدير داكشي، ونط وقفت معاها في هذه الطويبله اللي غتشوفوا في صار الفلوق ديالي اللي غتحطوا داكشي، بقيت واقف معاها وداكشي، وهادي حتى فيها كتعاون وداكشي. فكنا في واحد المقلب اللي زوين اللي هو فيه واحد الجرأه غادي نخرجها مني اللي خطيره. بالمناسبه ماشي ساره اللي عندها اللي عليها المقلب، ساره وتخواتها حمزه وحتى الام ديالو، بغينا نشوف رده الفعل ديال خواتات حمزه كيفاش غادي يديروا. انا والله ما عارف المقلب، بالله اقسم بالله ما عارف المقلب. وامهم طون ساره صراحه من الصباح حنا واقفين مع ماما، وهذا وانتم ما كتعرفوش الشقه ديال الكوزينه صعيبه بزاف ديال الحاجات، وسيرتو الى جاو الناس راه تزاد الشتا وهذا، ولكن الشقه على الناس العزاز على فوق الراس والعين وبزاف الحاجات، هما كيكبروا بينا حتى حنا جينا كبرنا بهم، الله يعطيهم الخير. اللي كتشوفوا هو انه فائزه غادي تسخن مع ساره ديال بصح، غادي تشوف الوالده تحط شي لعيبه ديال اتاي وكذا، حيت خليتها دابا في كوزينه كتصاوب الدواز كيقولوا ديال اتاي، اي غتحطو فائزه غادي تنوض لساره غتقول لها واش انت تسطيتي هاد العشريه من الاخر، صافي الناس كيوليو كيحطوا غير داكشي اللي بقى رمضان طلع لنا، صافي الواحد يعني فهمتي كيدير داكشي اللي كاين، غنحاول نهاجم ساره غتقول لها امك عيانه وكذا وجايبه الضياف، سيري غتشحي مع سيري ديري هادشي في دارك وكذا وداكشي، وهادي سافا ما رضاش انا بالرغم انها فائزه فحال تحط صاري اختي في واحد الموقف اللي قدام ساره، موقف محرج اللي هو صعيب الصراحه، صعيب فايزه الله يعطيني الجراه ديالها، لانه انا ما قديتش النوض غنخلي فايزه هي ديالي مسكينه ما كتبغيش بحال هادشي مسكينه بشكل ومسكينه واخا هكاك شحال من مقلب كنشوفو خالتي عايشه فاش كديرها لساره وداكشي، كتبغي غير تهدر الخواطر يعني ما غاديش تخرج كاع اللعيب ولا تخرج معك اللعيب، انا كنعرفوها كيفاش دايره. وتبارك الله من التابي ديال ولادها ما شاء الله، لحمزه لخواتاته ما شاء الله عليهم التابي، يا سلام. فوالا هذا هو فايزه الدور ديالها في هذا المقلب، هي فائزه غنشوفها الشريره، هي الشريره ديال هذا المقلب. وانا حتى انا غادي ندير بعض الكلمات، انا غنكون شويه تنجي شويه ديال الشبوع الحار. لا انت هي انت تقولي فايزه وانا علي الشيطره، وانت تبدل الفيديو ديالي، خليني كنحتعمق، خليني كنحتعمق راه شنو هذا بينك وبين نوضها معاك، فهمتي نوضها معايا صافي. وبحال انت دابا كنشوف رد الفعل ديال ماما. المهم اخوتي تبارك الله عليكم، خليكم معنا في هذا المقلب، هذا هو المقلب، وان شاء الله يجي زوين، ونخليكم مع الشريره ديال فايزه تبارك الله عليكم، زويت لكم ليتس جو. دابا اخوتي المشكلين فين، كلهم كيتفرجوا هنا في وسط الدار، كلهم كيتفرجوا كيفاش غنديروا المقلب نفيكسيو، ما عرفتش ماما ملي غتجي من البيت وتبغي تخرج. بالمناسبه تما في راسها والو، غنشوفوا رد الفعل ديالها ولا ديالهم. يلا سير. كلشي جايه جالسه كتفرجي في الكوزينه مازال، ولا صاحبتي لا
ضياف رمضان وهذا ما تسمحي لي. شنو عندنا الناس؟ شنو الهضره بحال هكا؟ قالت شتي ماما كازه بحال هكا. علاش ما تهضريش بهذاك؟ قدام عباد الله. شنو هاد الشيء اللي كتنفع؟ واش تبقي ديري والو ياك حنا نصوبو؟ ما ديري والو، خلينا ندير اي حاجه. مالك اختك، انت اللي هنايا راك كتعاوني صافي. ياك ها سمعي الحشومة كاع والله الحشومة هي راه تفرجات تعاون لها لابسة هادي ما كتعاونش بالضبط العين صافي صافي هادي ها هو ها هي تا مرات بنتها قول الله يحسن العونها عندها جوج بنيتات وهي معذبة مع ولادها ويلي 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 والناس عندها انا ندير في عوطها ماشي صامي راسك صامي راسك معايا هاد الهضرة ما ديرهاش في عوطها جيبها جيبها حماتك وجيبها ناسك وما شغلك تحترم ناسي ناسك وعيد ساكشة عيد ساكشه اه ماما ماما شو ما تصدريش من حقها غير ما عندهاش حق سمحوا لي ماشي عليكم دابا نتوما حيت اختي ما كتعاونش وتخلي معايا انت عند ماماك وجات عائله راجل كتقي تخلي امك بوحدها جالسه لا خاتي عيد نسكت عيد نغمس عيد بزاف الحاجات ماشي قدامهم هنا ماشي قدامنا حنا ماشي قدامهم كتقول لهم خاتي حنا واحد انا كنهضر معاكم حنا واحد واخا واحد حنا واحد لا خويا حمزه شوفي واخا معاك الحق تعاوني ما مريضة ومريضة شوف واخا معاك الحق راهي هي يا بنيتي انا شديت عليك حرام عليك هذا الشيء اللي كتقول فايزة ما عرفت ما قصدت والو انت سيدي راه نصفقة عندنا في الدار تدوي تدوي قلتي 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 عندي انا قلتي جيتي عندي انا الف وتي في الشهر اللي جيبها انا وما تقولش تقرا وتقرا اللي جيبها انا عاوني لا لا ما تقدرش جيتي كنت كنت عارف بها الحسينية انت ثاني اواخر ديال رمضان كيبغي واحد يمشي الشهر الحسينية انت علاش ولكن ما تلوش بلاصه يلا 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 يلا
كلب رخا. مقلب عرفتي شنو اخوتي؟ حنا اساسا ما خدينا حمزه يكون معنا في المقلب حيت صغير. قالت لي مالكم؟ عرفتي ضحكتني غير ايمان في المقلب ما عارفه في من تشد، واش ماما واش ساره واش فايزه. خالتي قالت لهم خليوني غير نمشي بحالي، خليوني غير نمشي. شي واحد وحده كانت ناعسه، هي اللي شاده الكاميرا كانت ناعسه. رقم مقلوب. انا كنت فاهمه والو. وخايفه على الجميله طيح. الله يخليك. ما تهكسي بلاصتك. انت عارف الكاميرا فين؟ قال لك كلشي بلاصتك. ما جاتوش الدرس. كلشي بلاصتك. وكلشي شوفوا ماشي ديالنا هادشي، بالعكس دار الكرم والجود. واحد وكلشي تعاون. كلشي تعاون. ومدار كتبغي المعاونه الصراحه. الله يحفظكم ويشفيكم. الله يخليكم لينا من اطيب الناس في حياتي شفتهم قسما بايه الرحمن. الى الوالدين والخوت ديال الحمزه الصراحه. لا 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 وعييتها عليها كتقول لك خالتي 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 عييتها حتى انا كنموت. ان شاء الله خالتها دويا كنحماق عليك مراه وقاده. نقول لك من حقك. مات راجل تبارك الله. نقول لك من حقك ولك ولكن مش قدامنا. المسامحة الله يحفظكم ويجزيكم. كلشي اخوتي كلشي اخوتي صح. لا اجي وريهم هادي في الضو، اجي وريهم هادي في الضو. صحبات شدات. عرفتي شنو قالت لها؟ قالت لها اجي اجي بلاتي معايا، بغا تدخلها للبيت يدخلها كوشيات. لا 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 عرفتي شنو؟ والله العظيم الا عرفتي شنو فوق مني كدير لها حتى لا هي حطيتها في موقف خطير. شنو هو موقف خايب؟ حقيقة سارة فرساتك. ويلا صارت لهالدرجة عندك منها. اه صحابي دبرت لي على ام الثانية ديالي. عادي عادي. بالعكس عادي اختي. اي واحد انا في عاود صارت انا ندير نفس الشكل. ولكن جيت منك وليتي ضربيني. لا ما اختك كبر منك. لا مسكينة لا ما تهضريش. ومسكينة ديما في تمارة وديما في العذاب. وجات ترتاح نوضو نقولوا لا هي وعقلي انت الله يعاونكم. شنو المصيبة؟ وشحال هادي ما وصلوا عليك؟ شحال هادي ما جاو عندك؟ في العائلة شي حقيقي كيطرى في العائلة. بعد خطات هناك تبع شي مسلم. الله يحفظ. الحمد لله. شوف سبحان الله بعدا متكي بحال هكا كنهضر. والله العظيم إلى العائلة بصلة الرحيم شي حاجة كبيرة اللي فقدنا هذا الوقت. وحاجة نقول لكم أخوتي،
المحبه لله، والله ما عندها علاقه لا بالماكله لا بوالو. كنتمنى انا بعدا كنقول لكم من قلبي خاص، كنتمنى ان العائله ديال زمان تولي ترجع كما كانت، كان الحب المحبه اقل من نياش والامور كانت مصفيه. دابا كل شيء ولا دافع كبير على شيء شيء ما حامل شيء شيء يشدوا في قلبهم. علاش ما في قلبهم؟ لا علاش عيط وندوي ونضحك ومسالة الرحيم؟ عندك الحق اولي، عندك الحق. والخوت شوفوا ما نطولوش عليكم، الله يهدي ما خلق والله يحفظكم ويجيكم، ودائما ان شاء الله الجديد كيف قلت لكم في المقدمه نقول لكم في النهايه باللي كنبغيو نديروا بزاف الحوايج، ولكن المحتوى ديالنا الاكثر على المقالب، وليت كندير بزاف د الحوايج صافي كيعقبي انا كنعقبي باقي ما تشديناش، وكنبروفيتيو في الناس اللي كيجيو عندنا هما اللي ولينا كنديروا فيهم المقالب. على حنا وسط الفلوق ديال اختي ساره جات هنا ساره اختي كيف كتشوف، على العلم انا كتصور الفلوق ديالها وقاطعناها يلاه جلست انا وكتسنى العشاء وداكشي باش غادي نتكمل الفلوق ديالها. يعني كيف كتشوفوا هذا المقلب اللي هو صعيب من اخطر المقالب اللي داينا ديال الانسان كتحاجو فحال هكا كتكون عائله جالسه على قدها وكتنوض تبدا تغوت على اختك بحال الا جايبه دوك الضياف صعيبه بزاف، موقف صعيب وانا ما قديتش نزيد نكمل. كنشوف ساره ولات المشامقه وقجتها وعطات الكلشيات ولات فان دام عندها غوت عاد قبل جينا هنا وهي اللي كتقول لي جوج مع ماما وانا محشانيت ماماها ولي لا محمد رسول الله. وهذا ما كان تبارك الله، كنبغي نقول لكم هاد العشر الاواخر ديال رمضان تدخل عليكم بالصحه والسلامه وجميع الناس ان شاء الله. الله يسلمك الله يشافيها مسكينه. امين امين يا ربي امين، الله يخليكم والديكم وان شاء الله تجمعوا في الخير. ولي زعما يتهلاو لنا فراسكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله، ما عرفنا على من ولا شنو شنو معنا ان شاء الله. تبارك الله عليكم، باي 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 باي. وقف بلاصتي وغير كنشوف قلالة